اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طبعا الرحله بتاعتي من مصر، وانا جايه من مصر للمدينه المنوره، كنت حاجزه على خطوط الطيران السعوديه، واول مره تحصل. انا بقالي 11 سنه بروح واجي، ما فيش مره فقدت شنطه او اي حاجه. دي خدمات الامتعه. لاحظت اول ما نزلت كان معايا 6 شنط، اول ما نزلت ما لقيتش، لقيتهم 5 بس، وكان معايا التيكت بتاع 6 شنط اللي انا بستلمه عند البوردنج كده. فجيت وقفت على السر لحد الاخر، ما فيش ولا شنطه لقيتها، هي يعني الشنطه بتاعتي ما لقيتهاش. فروحت هنا جيت عند خدمات الامتعه وعملت زي بلاغ، يعني مش بلاغ بلاغ، كلمتهم ان انا شنطتي مش موجوده، وبدأوا يبحثوني عنها. على سأل الموظفين بتاع الطيران اللي هم على الطيارة، قالوا لهم ما فيش أي شنط على الطيارة. وبعدين راحوا ايه، راحوا خدوا الرقم بتاعها وعملوا لي زي اختار كده بيها، قالوا لي الشنطة ما طلعتش على الطيارة أصلا من مصر. فبعدين كتبت لهم على الفيس وكتبت لهم في كل مكان، بصراحة هم ما بيردوا، اللي هما الخطوط السعودية. أنا بحب الشركة دي صراحة وبحجز معاها دايما. ف تاني يوم اتصلوا بيا وجت من مصر على الرحلة اللي هي كانت جاية، طبعا عشان الوقت ده بتاع الكورونا وكده ما فيش رحلات كتيرة بتروح وبتيجي. كانت الرحلة تاني يوم بالليل، وهي كان فيها بعض ال طبعا فيها ملابس، بس فيها بعض القفلة اكيد فسد خلاص، يعني الله المستعان. بس هم يعني عملوا معايا الصح، ومش اللي هو خلاص سكتوا وما اتكلموش، لا اتكلموا، يعني عملوا حاجة، يعني جابوا لي الشنطة، مش اللي هو قالوا حاضر هنكلمه كده. اهم حاجة عملت اختار في ان انا عملت اختار في خدمات الامتعة، وكتبت بياناتي وكده، واتصلوا بيا وتواصلوا معايا. الحمد لله اخيرا جابوا لي الشنطة اهي، واخدتها واستلمتها تاني يوم بس بالليل. لو في رحلات كان زمانها جت، بس الغلط منهم ان هم من عند ال سوري، من مصر ما شحنوهاش. صراحة كانت الرحلة دي بتاعتي كانت صعبة جدا، ان انا رجعت قبل مرة من المطار وما كملتش الرحلة، كانت وأجلتها. ومرة الشنطة أفقد شنطة وما يجيش أصلا على الطيارة، عمر ما حصل لي كده خالص. الله المستعان.